اوريك حاجه بقى موجوده في كل القريه، في كل المحلات وبيوت القريه. دي صناعه الكليم والسجاجيد زي ما انت شايف. شنو يعني كليم؟ الكليم اللي هو زي ده السجاد هذا وهم ملون. حبيبي النيل نورد يا ابراهيم. كيف حالك؟ نورد يا ما شاء الله. من متى وانت تشتغل هذا الشغله؟ ده من بدري، انا وعندي 10 سنين. يعني هذه وراثه عندكم ولا موهبه؟ لا وراثه، ورثتها من ابويا، وابويا ورث من جدي. وانت تشتغل هذا الشغل؟ لا لحد الان محتفظين بالشغل. وهذا كله شغلك يعني؟ لا شغل ده كله هاند ميد، شغل يدوي كله ده شغل. ومن وين تجيب القماش؟ ده بنجيبه من القاهره. والله ما شاء الله ما شاء الله والله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه.